هل تعلم بأن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عند ظهوره سيقوم بإرجاع الدين إلى أصله، فيزيل عنه جميع الشبهات التي قد طرأت عليه، فيحل بذلك جميع الاختلافات التي وقعت في فهمنا للدين؟ فإن مرور هذه السنوات الطويلة كانت كفيلة بتغيير بعض معالم الدين، وذلك بسبب عدم فهمنا للكتاب والسنة بصورة دقيقة، وكما نزلت في صدر الإسلام من عالم الوحي إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.